يهدف المغرب إلى تعزيز استقلاليته في إنتاج الأسلحة، ومن أجل ذلك تسعى المملكة المغربية لتطوير صناعة عسكرية محلية، لا سيما ما يخص تصنيع الطائرات الاستخبارية والقتالية بدون طيار. وكشف الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطنية عبد اللطيف اللودي السبت أن المملكة المغربية تسعى إلى تطوير قطاعات معينة من الصناعة العسكرية، لا سيما تلك المتعلقة بالأسلحة والذخائر، وكذلك تصنيع طائرات بدون طيار قادرة على القيام بعملية استخبارات ومراقبة وهجوم مسلح، بالإضافة إلى صيانة الطائرات العسكرية. اللودي وفي معرض تقديمي لمشروع ميزانية الدفاع أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بمجلس النواب، كشف عن مشروع لبناء مصنع لصيانة الطائرات العسكرية أسند إلى شركة عالمية متخصصة في بن سليمان. وأكد أن الحكومة أصدرت بالفعل قانونا يمهد الطريق لمنح تراخيص لتطوير الصناعات العسكرية. نشكركم على حسن المتابعة.